قميص جديد بنفس روح تحدي الفريق، موسم جديد إن شاء الله في كل شيء، وتحدي جديد لأنك نجحت العام الماضي في تحقيق كل البطولات اللي أنت شاركت فيها، فداخل بتحدي جديد، وبالتالي لازم تدخل التحدي الجديد بتي شيرت وبزي وبتصميم جديد جدا لفريق النادي الأهلي، أو تحديدا فريق كرة القدم في النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما معودنا كل سنة بيقدم الجديد، والتي شيرت أكيد أنت عارفين طبعا وجهات النظر، في ناس بتحب الشكل يبقى الستايل كذا، كل واحد أكيد ليه ستايل معين، وكان دايما في مثل كده يقول لك إيه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب غيرك. فمهما أنت صممت من الزي الخاص بتي شيرت النادي الأهلي، طبعا اللون الأحمر وده اللون الأساسي للنادي الأهلي، هتلاقي دايما بقى إيه، في وجهات نظر، كل واحد يقول لك بس أنا كنت أحب الإعلان مثلا يبقى في زاوية كذا، التي شيرت يبقى مش عارف كذا. لا يعني في النهاية ده التي شيرت الرسمي للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وبصراحة بأمانة يعني تي شيرت معبر جدا عن النادي الأهلي. أولا اللون الأحمر واللون الأبيض ده الزي الرسمي للنادي الأهلي، والأيام اللي جاية على فكرة هيبقى الإعلان كمان عن الزي البديل، هيبقى فيه اتنين زي، يعني أكتر من زي بديل للنادي الأهلي، وشفنا الكلام ده حتى في السنوات السابقة. عايز أقول لكم على حاجة كمان مفاجأة جدا، الهلال السعودي فريق كبير زعيم آسيا، هو معروف دايما بالموج الأزرق، والزي الأساسي بتاعه التيشيرت الأزرق، ولكن كمان بيعمل زي بديل دلوقتي باللون الأحمر، فدايما اللون الأحمر بيبقى هو اللون اللي بيشد انتباه كل الناس اللي بتحب تتفرج على كورة وبتشوف ماتشات الكورة، الأهلي، مانشستر يونايتد، بنفيكا البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي، يعني اللون الأحمر دايما بيكون لون مهم جدا لبعض الفرق الرياضية اللي بتبقى متألقة ومتفوقة في العديد من الدول العالمية. طيب ده ازاي اللي هيكون للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وخلال الموسم الجديد، وطبعا أهم ما يميز هذا الزي والتصميم في قميص النادي الأهلي كلمة نادي القرن الإفريقي. بيبو لو نستعرض كمان الصور الخاصة باللاعبين في الزي الجديد، شايفين علي معلول، رامي ربيعة، خالد بيبو مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، البداية الكلام والسلوجان اللي نازل في بداية الكلام على القميص الخاص بالنادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، خلاص كلمة نادي القرن في إفريقيا مكتوبة على قميص النادي الأهلي سواء داخل الشعار أو حتى في ظهر التيشيرت الخاص باللاعبين والفريق في الموسم الجديد. غيرك بيدور على أي يافطة عايز يحطها، لكن أنت بكل شجاعة عندك كلمة نادي القرن موجودة داخل الشعار وعلى قميص النادي الأهلي، فمبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي. أيام قليلة جدا وهيكون الزي الرسمي موجود من خلال الستورز أونلاين ومن خلال المتاجر الرسمية، تقدر تشتري التيشيرت وتحصل عليه من أي مكان في العالم عشان يكون معاك الزي الجديد للنادي الأهلي اللي هيشارك بيه في دوري أبطال إفريقيا، في السوبر ليج، في كأس العالم للأندية، في لقاء السوبر الإفريقي، وكمان في المباريات المحلية الدوري والكاس خلال الفترة اللي جاية. ده ملف مهم جدا كان لازم نبدأ بيه، لأن النهاردة الصبح الساعة 10 الشركة المصممة شركة الملابس الرياضية أعلنت بشكل رسمي عن تصميم الفريق أو تصميم قميص الفريق خلال الفترة اللي جاية، وكان العنوان السلوجان قميص جديد بنفس روح تحدي الفريق.